أستاذ عامر، احكي لنا عن ما هي الرحلة اللي تبدأ من نبتة أو شجرة العود حتى تصلنا في بيوتنا، وش المراحل المهمة اللي تمر فيها، مصادرها. عطنا نبذة عن هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا، نبتة العود تخرج في شرق آسيا. العود يعني خروجه في الدول جنوب غرب آسيا، غير أو جنوب شرق آسيا. شرق آسيا يعني دائما بكثرة، و يعني كان في السابق يخرج بال في المواسم في الم... لا مو في المواسم، هو يخرج كان في الغابات سابقا. وطبعا الأجواء، طبعا هي الدول زي إندونيسيا، أتوقع هي اللي إندونيسيا والهند وماليزيا يخرج فيها في هذه الدول. طبعا كان في الغابات سابقا، والحصول عليه سهل، لكن في الامور الوقت الراهن صار الحصول عليه امر صعب. وبدا يصير فيه اللغط اللي هو الاصلي مو بالاصلي المصنع، وبدا تصير فيه بعض الاشياء هذه. نعم، يعني ما كان اول في السابق العود الطبيعي منتشر، لكن من عام 2000 بدا العود الصناعي يدخل في السوق. طيب، بداية العود الصناعي هل هو يعطي نفس الجودة، نفس الريحة، نفس قوة العود؟ وشو العود الصناعي قصدك؟ ايه، العود الصناعي هو يختلف عن العود الطبيعي بشكل كامل مرة، مكوناته تختلف حتى كل شيء. طبعا العود الصناعي هو طبعا في عود صناعي وفي عود طبيعي، عود طبيعي محسن. العود في خام يعني، وفي محسن وفي صناعي. في طبيعي وفيه محسن وفيها صناعي. حسنت. العود الطبيعي هو الذي ينبت في الغابات. أما العود المحسن فهو الذي يضاف عليه مادة الريسين والمواد الطبيعية. حلو. وهو يعتبر من شجر العود. طبعا يستخرج العود الطبيعي الأصلي، ثم العود الذي شو اسمه، اللهم صل على محمد، الذي لا يستفاد منه ياخذونه ويستفيدون في العود المحسن. جميل. زي ما هو موجود الان هذا يستفاد منه، لكن هذا لا يستفاد منه. هذا وشو الان؟ هذا شجره العود. جميل. هذه بكبر، هذا الجذر حقها، هذا شجره العود، لكن هذه القالب، هذا غير مستفاد منه، فلذلك يستفيدون في العود المحسن. يضيفون يعني كأنها زيت الزيتون، العصرة الأولى والعصرة الثانية زي كذا. اي احسن. العود المحسن يضاف عليه مادة الريسين والزيوت العطرية عشان يصير فواح وكذا. اي نعم. طبعا هو عدة مراحل العود المحسن، ما هو على طول يعني بس يقطعونه ويتفضل، لا، يقطع العود المحسن قطع صغيرة، ثم بعد ذلك يضاف عليه مادة الريسين. طبعا مادة الريسين تأتي من دهن العواد الأخرى، تأتيهم مخففة، هي لون أسود اسمها مادة الريسين، طبعا جامدة، يضاف عليها مادة الميثانول، مادة الميثانول حتى تتخفف، ثم بعد ذلك يعني يولعون عليها في القدور بالضغط العالي بالحرارة حتى يذوب مادة الريسين. يأخذون العود الذي قطعوه من العود هذا الغير مستفاد، ويتم تشرب العود المحسن هذا مع مادة الريسين، ويضاف عليه مادة المواد العطرية. جميل. بعد ذلك، بعد ما يطبخ ويتم عليه الضغط العالي والحرارة ويتشرب العود، ينشر، ثم بعد ذلك يتصرف صاحب المصنع بالشكل الذي يريد، يتشكل عليه يشكله بالذي يريده. لعل الأخوان بس يعطونا بس أنواع العود المحسن حتى يكون فيها عدة أشكال معينة، ليست شكل واحد، إنما عدة أشكال معينة في العود المحسن.